السؤال اللي ديما كيسولوني بزاف ديال الناس، واول حاجه كيسولوا عليها هي شحال خصني باش نبدا. غنحاول انني نبسط الامور وغادي نقول لكم شحال خصكم ديال شحال خصكم باش تبداو. بزاف ديال الناس كيقول لك اه دروب شيبين هو كيجي واحد الزبون ديالي كيخلصني كناخد الفلوس وكنمشي نشري ليه بيها. كنقول له لا، هادشي راه ما كاينش، حيت هنا راه كنتعاملوا مع شركات وعندنا بزاف ديال الاقراءات. المهم بالنسبه للناس اللي باغا تبدا ب$50 $100، اهم حاجه عندهم انهم ما خصهمش يفوتوا الايتيمز ديال $7، يعني من عند هذوك الناس اللي غادي تحط مثلا لقيتي في علي اكسبريس او لا امازون، خصك ضروري تشوف الايتيمز اللي قل من $7. علاش؟ لانك ما عندكش راس المال. فاش كنشوفوا هذوك البرودويات اللي ثمنهم رخيص كنلقاو عليهم واحد المنافسه كبيره، خاصه مع عند الشينوا. يعني كيكون شينوي كيبيع في علي اكسبريس او لا امازون، وكتلقى حتى هو كيبيع في ايباي يعني بثمن رخيص، انت ما عندكش المارجين يعني ما كتربحش، يعني كيكون عندك واحد الربح قليل. علاش؟ حيت كتكون في هذه المنافسه كبيره، الربح ديالك كيهبط. ولكن كاين واحد الحاجه اللي زوينه انك كتبيع دغيا، وزائد انك ما كتكونش واحد الوضعيه مريحه، يعني ديما كتبقى مخلوع غادي تسالوك الفلوس منين غتجيب فلوس هذا، وهذا مشكل بزاف كيطيحوا فيه الناس. فتلك كيضطروا انهم يتسلفوا او لانهم كيضطروا يحبسوا السطور ديالهم بكل بساطه. بالنسبه للناس اللي عندهم اكثر من $100، يعني اكثر من $1000، فانهم يقدروا يحطوا الايتيمز اللي يقدروا عليهم. يعني مثلا تقدر تحط ايتيم ب $10 $15، ما كاينش مشكل، انك عندك واحد راس المال اللي تقدر تشري بيه. المنافسه بيان سور كل ما طلعتي، خاصه في علي اكسبريس، كل ما طلعتي في الثمن كل ما المنافسه كتنقص، كتكون في واحد الحاله اللي راك مرتاح فيها، يعني ما كتبقاش خايف على راس المال. حتى طحتي فشي مشكل ولا شي حاجه فراك ما عندكش المشكل، يعني هنايا تقدر تحلو وعندك راس المال باش تعوض على هذيك الخساره اللي تقدر تطيح فيها. المارجين، يعني المارجين كيكون عندك كبير، الربح ديالك يقدر يكبر. يعني الا كان واحد الايتم ديال $10 وانت بعتيه ب 18، فراه عندك ربح اكثر من انك تجيب واحد الايتم $7 تبيعه ب 9، يعني الربح ديالك غادي يكبر على حساب الايتمز اللي كتحط. وبالنسبه لك يعني دغيا كتطور في العمل ديالك، وتقدر دير واحد ستور، يعني ستور واحد سبسكريبشن. المهم بعدا نشرح لكم ان شاء الله. المهم نحاول انني نجاوب على السؤال، علاش خصني راس المال، علاش خصني الفلوس باش نبدا، علما ان مش اللي غادي يشري من عندي راه غادي يصيفطوا لي فلوس وهذوك الفلوس ديالهم غنشري بها. انا كنقول لهم لا، راكم في خطا، لسبب ان فلوسك ديريكتومون مثلا باش كيجي يشري واحد الزبون من عندك واحد السلعه، فراها كتمشي للحساب ديالك باي بال. فهنا باي بال كدير واحد الهجس على الاموال ديالك لعده اسباب. اهم سبب هنايا انك باقي جديد ومازال ما معرفش واش غادي تقدر تصيفط السلعه ولا لا، واش غادي تقدر تنصب على مول السلعه اتسيتيرا. يقدر مثلا يجي شي واحد يحط مثلا واحد السلعه يبيع منها 100 ويمشي ما يصيفطش السلعه لموالها وياخذ الفلوس بكل بساطه، هذا كتسمى نصب. هنا باي بال كدير سيكوريتي الزبناء ديالها. نعطيكم مثال على هولد، قال لك هنا لو بيمون دو لا فونت اي سوسبوندي باغ اي باي، يعني شركة اي باي طلبت من باي بال اللي هما بالمناسبة شركة وحدة، طلبت منهم انهم يديروا حجز على المدفوعات، يعني تا كدوز واحد المدة ديال 21 يوم، يعني تا كدوز 21 يوم عاد كتستافد نتا من الاموال ديالك. هنايا الا معتادش العميل او الزبون معتادش وما قالش بلي السلعة وصلت مهرسة ما وصلتنيش اتسيتيرا، فراه هنايا كتبقى عند باي بال تا كدوز هاد المدة هادي. المهم باش نعرفو اي باي وباي بال علاش كدير هاد العملية هادي وكتحجز لينا الأموال، فإنها كديرها لعدة أسباب. أولا أنك بائع جديد، يعني سواء داخل اي باي أو خارجه، يقدر يكون عندك واحد الحساب ديالك يعني تحت المستوى، يعني كدير عندك بزاف ديال القضايا محلولة عليك، ما كتصيفش الأيتيمز اتسيتيرا. زائد أن إلا تلقيتي بزاف ديال المبيعات، الا درتي بزاف المبيعات في وقت الواجس فراه هنا كتحبسوك الفلوس، انه هنا كتشك فيك اي باي باي بال واي باي كيقولوا راه فلوس تقدر تكون غير شرعيه. فهاد الشيء علاش كنقول لكم ضروري خص يكون عندك واحد راس المال. اي ما كيهمش انه يكون عندك $50، تقدر تبدا ب $50 وتمشي عادي، وراه بزاف كيبداو $50 وتمشي عادي، ولكن ماشي تبدا ب $10 او لا $5 في الاخر تمشي في الجروبات كتسول شكون ندوز لي هاد المبيعه، فراه غير معقول هنايا راه ما يمكنش.